السلام عليكم ورحمة الله. هذه الحلقة الخامسة من سلسلة تدوينية التي خصصت للحديث عن إدارة الذات، وفي هذه الحلقة سأتحدث عن مجموعة محاور بشكل عام، يعني كلها تصب في اتجاه وضع آليات الأفضل لإدارة الذات من أجل الوصول إلى إنتاجية أفضل وتحقيق الأهداف التي وضعها الإنسان لنفسه. اليوم من ضمن المحاور اللي بتكلم فيها هي أهمية روح المبادرة، أهمية أن يكون الإنسان مبادرا في حياته ويتجنب أن يكون تصرفاته مبنية على ردات الفعل. أحد أكبر المشاكل اللي يعني تواجه القطاع الخاص، تواجه القطاع الحكومي، تواجه الحياة الخاصة وعلاقات الإنسانية بشكل عام، هي قضية أنه الإنسان يتحرك ويبادر لحل مشكلة أو لمساعدة أو لعمل معين لنتيجة ظهور إشكالية معينة أو موقف معين أو قضية معينة، وهذه طبيعة الحال يعني تفقد النتيجة النهائية للعمل التميز. لذلك لابد من أنه الإنسان يكون عنده روح المبادرة. أنا كإنسان كموظف أعتقد أنه مديري سيتقبل مني فكرة لو رحت قلت له مثلا يا ابو فلان في عندي الموضوع الفلاني، انا اعتقد نعمل كذا نعمل كذا 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 كذا، وهذا حيحقق كذا من وجهة نظر شركة، انه والله انا جبت لها مشروع جميل، افضل من انه يجيني مديري يقول لي يا ياسر مثلا انا ابغاك تعمل كذا 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 كذا. المدراء اللي فعلا يقومون بالإدارة وفق فلسفة الديليفربل او النتيجة يبحثون دائما عن الموظف اللي عنده روح المبادرة. في الحياة الخاصة كذلك، الابن اللي انت تشوف ابنائك، المشكلة هذه ربما ثقافة ما هي موجودة عندنا في العالم العربي، انه الابن اللي يحب يتكلم ويحب يعبر عن مشاعره دائما يعني يسكتون، يقول اسكتي لا اذا حكى الكبار لا تتكلم، بينما هذا فعلا هذا الطفل اللي يبدي استعداد الحديث والابداء الرأي، هذا الانسان اللي يكون عنده روح مبادرة وقادر على الابداع. روح المبادرة هي في الحياة العامة والخاصة هي رديف للإبداع. فيا جماعة الخير كونوا مبدعين وابتعدوا عن ردات الفعل في حياتكم. لابد أن الإنسان من هالمنطلق هذا لابد أن يكون لحوح، يعني أنت تكون مبادر بس ربما مبادرتك الفكرة اللي وضعتها لم تكن مكتملة الجوانب. كن لحوح، ارجع ثاني مرة ابحث في الفكرة، عدل فيها، اسمع النقد زي ما حكينا أهمية الاستماع للنقد ونقد الذات. كن لحوح، كن عندك مؤمن بما بادرت فيه، لا تيأس، يعني كرر المحاولة مرة ومرتين وثلاثة حتى توصل إلى مرحلة نتكلم فيها لاحقا، لما يعني تكون فعلا لابد أنك تكون من ضمن المواصفات النجاح هي معرفة متى عليك أنك تفصل الفيش. يعني لابد أنك ما تيأس من أول محاولة، لكن لابد في مرحلة لاحقة بنشرحها متى لابد انك تصل انك تقول والله هذه الفكره يعني غير واقعيه ما حتمشي. فمساله روح المبادره وان يكون الانسان لحوح ويعني ما عنده ياس ويكرر المحاوله هذه اهم مساله مهمه جدا. وطبعا زي ما قلنا قبل شويه المساله ان يكون الانسان مبادر لابد من انه كمان في نفس الوقت يكون محدد اهداف واقعيه ومنطقيه في نفس الوقت. ولما اقول واقعيه انا اقصد واقعيه، يعني ما واحد يقول والله انا بكون جالس هنا الان وبروح اجيب حديد واحط كذا وبسوي صاروخ وان شاء الله خلال اسبوعين انا في القمر، يعني هذا كلام غير واقعي. نظريا واقعي لكنه فعليا غير واقعي، يعني وين 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 المنطق في الكلام اللي قاعد تقوله؟ لا عندك المقومات العلميه ولا عندك المقومات التكنولوجيه ولا عندك الظروف ولا يعني في كثير من المتغيرات الضروريه لانجاز هذا الهدف غير موجوده. لذلك هذا لا يعني انك انت تقول لك والله انت تحطم، لا ما تحطم، هذا الكلام كلام مهبل، ما هذا مش واقعي وليس منطقي. المنطقي والواقعي عندما تكون جميع المعطيات النظريه موجوده والواقعية موجودة
تبدأ تبني عليها نتيجة جديدة. هذا الكلام اللي حنا نتكلم فيه. إذن تحديد الهدف الواقعي مسألة جوهرية في نجاح أي عمل. كذلك وهذه أنا أظن أني كررتها في أكثر مرة لكنها مهمة جدا وفي كل المراحل، مسألة التعلم من الأخطاء. يعني الناس تعتبر أنه الخطأ يعني فشل، بينما هو الخطأ جزء رئيسي من بناء النجاح. وهذه يعني كلمة حب دائما أكررها، اللي هي الخطأ أو الفشل هو جزء رئيسي من بناء النجاح. ما في هناك نجاح بني من غير مراحل فشل، لذلك اعتبر دائما الفشل أنها نقطة جوهرية أساسية في بنائك نحو الوصول للنجاح. النجاح من غير فشل سيظهر في مرحلة لاحقة فشل لا سمح الله، لكنه هذه من يعني من أبجديات خلينا نقول الحياة. ونكتفي بهالقدر في هالحلقة هذه، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة إذا الله أعطانا وأعطاكم عمر إن شاء الله. تحياتي.